بالنسبه للتظاهره ديال المعرض الدولي للفلاحه هي اولا هي هبه ملكيه لهذه المدينه لما يعني تتوفر عليه من مؤهلات يعني فيما يخص يعني الشقه والميدان الفلاحي. بالتالي اننا نوصلوا للدوره 16 هذا دليل على ان هذه التظاهره يعني فاش كتفوت واحد ايديسيون يعني 6 7 يعني راه دخلنا للعالم الاحتراف. بالتالي بالنسبه للامباك يعني على المدينه ربما المواطن البسيط او العادي ما تيحسش يعني بالقيمه ديال هذه التظاهره، وكاين يعني كاي تظاهره ولا أي أي, اي 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 مشروع يعني تنموي كما بغى يكون لابد ما تتكون عنده يعني واحد الاثار اللي بغينا نقولوا سلبيه ربما على المدينه، ولكن حنا اللي تيهمنا هو حجم الرواج وحجم يعني الاستثمارات وحجم يعني المبيتات اللي كتعيشها يعني الانتعاش اللي كتعيشها المدينه على جميع الاصعده. ف يمكن المواطن البسيط ما تيعرفش ما تيتابعش ما تي هذا كاين ملاحظات يعني اي عمل بشري الا وانه غتكون عليه ملاحظات، ولكن بالنسبه يعني الاثار ديال تسويق المدينه وديال التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه بالنسبه للتظاهره من حجم المعرض الدولي للفلاحه كما تيقولوا لا ينكرها الا جاحد. بالتالي هذه واحد المكسب للمدينه، واحد النقطه بيضاء، واحد المشروع اللي هو ملكي اللي جا باش فعلا ينمي المدينه وفعلا تلمسوا ان المدينه يعني تتكون حاضره وتتحضر الاعلام الدولي والاعلام الوطني، تتجي وفود، هذا كله يعني تيسوق المدينه وتيعقد. ربما احنا ما تكونوش حاضرين في الصفقات ويعني في الاستثمارات اللي تتوقع في لي شكل يعني في مجموعه المشاريع يعني الارقام هذه ربما الناس اللي قرابين ربما راه غادي تقوموا انتم بالمباشره ديال الناس المعنيين بهذه التظاهره، ولكن بالنسبه لي انا كفاعل سياسي مدني بالنسبه لي هذه التظاهره يجب ان تشد عليها مكناس بالنواجد، لان هي لا بغينا نقولوا العوينه اللي تنسوقوا منها المدينه وهي اللي كتروج لنا المدينه طيله واحد يعني دابا راهم بادين يعني من شهر جوج ثلاثه راه بادين. على المستوى السياحي يكفي ان اليوم ديال التظاهره تتلقى جميع الفنادق المصنفه دمكناس وغير المصنفه كتلقاها ممتلئه عن اخرها، بل حتى الدور حتى يعني واحد الانتعاش في الاحياء المجاوره. فعلا التظاهره من مثل هذا الحجم هذا خاص يعني تفكر في انه يتدار لها اللوكال ديالها، تدار لها معرض ديالها يتبنى يتاسس، وخاص يعني هذا الشيء هذا خصو يعني الناس دمكناس يعرفوا القيمه ديال هذه التظاهره ويعرفوا انها تظاهره يعني تشع المدينه وهي نقطه بيضاء وايجابيه للمدينه، خصنا نشدوا فيها يعني خص هذا مكتسب يعني حق مكتسب للمدينه وعنايه مولويه لهذه التظاهره هذه. بالتالي هذا خصنا نزيدوا تظاهرات اخرى. ترى اللي عشناها في المجالس السابقه فعلا كتكون يعني لجنه مختلطه كتكون فيها السلطات المحليه والجماعه وتتكون جميع المسائل ديال اللوجيستيك لا ديال الجماعات الترابيه خاصه جماعات مكناس جماعات المشوار مجلس العمل من خلال الاليات اللي كنا تنشتغلوا بها ديال جروبمون في تهيئه الساحات. كنت انا من الناس اللي يعني يسر الله انهم ساهموا من يعني كمسؤول في مؤسسه ترابيه، والحمد لله يعني هذاك الشيء كنا تنقوموا به بهذا بحب وفعلا تيخدم، لمسنا بانه فعلا تيخدم المدينه. هذا هو اللي يمكن لي نقول. حاليا خاص التطوير ديال هذه التظاهره، خاصها تخرج يعني من خاص يتبنى اللوكال ديالها، خاصها تطور، خاصها تبقى يعني لو سالون خاصو يبدا يشتغل على طيله السنه وتكون هذاك المعرض تتويج لسميتو. بالتالي انا هذه التظاهره يعني خاصنا نبشر بها، خاصنا نحافظوا عليها، خاصنا نطوروها، وخص جميع المتدخلين انهم يكونوا يعني واعيين بهذا الشيء، لان يعني الاثار ديالها على المدينه التنمويه تنظن واضحه وخصها تزيد تطور ان شاء الله تعالى.